ما تسمى بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في الشمال السوري واستمرار الجدل القائم حولها عرضة للنقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. أي هجوم تركي على شمال شرقي سوريا ستكون له تداعيات كارثية، هذا ما أكد عليه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في حديث مع إذاعة صوت أمريكا. القائد العام لقسد أشار إلى أن الجهود التي تبذلها واشنطن استطاعت منع الحرب حتى هذه اللحظة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد اتفاق نهائي وأن هناك لقاءات مستمرة لحل المشاكل وهم طرف في تلك اللقاءات. القائد العام لقسد قال إن الولايات المتحدة هي القوة الرئيسية القادرة على التأثير في موقف تركيا وإيقاف تهديداتها، مبينا أن واشنطن لها علاقات مع تركيا في إطار حلف الناتو، وكذلك لديها علاقات قوية مع قسد في إطار التحالف ضد داعش. مظلوم عبدي أكد أنه في حال نشوب الحرب فأن قواتهم ستضطر للانسحاب إلى خطوط الجبهة للدفاع عن الحدود، فضلا عن أنهم سيركزون على حماية أنفسهم ضد تركيا، مضيفا بأن من شأن ذلك أن يحدث فراغا أمنيا في المناطق التي تم تحريرها من داعش ويمنح التنظيم الإرهابي الفرصة للظهور من جديد. وفيما يتعلق بالمنطقة الآمنة، أكد عبدي بأنهم يقبلونها وسيدعمونها إن كانت الغاية منها دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، لكنه أضاف أن تركيا ترغب بالبقاء في المنطقة والسيطرة عليها وأنهم يرفضون تماما شروطها التعجيزية. القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قال بأنهم لن يقبلوا بوجود قواعد عسكرية تركية في مناطقهم، وأضاف أنه في حال تم قبول الوجود التركي فسيكون ذلك في إطار دوريات القوات الدولية وبضماناتها، بحيث لا يشكل الوجود التركي تهديدا ضد شعوب المنطقة. نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا من ألمانيا نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات. سيد نواف مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة المنطقة. أهلا بكم. كثرت الأحاديث والأقاويل حول منطقة شمال وشرق سوريا سيد نواف كما تتابعون في المركز الكردي للدراسات، يعني هذه الخلافات الأمريكية التركية التي تلقي بظلالها على الشمال السوري، ملف الشمال السوري ملف شائك أليس كذلك؟ الملف السوري عموما ملف شائك، يعني ليست هناك ملفات تتعاطي معها بسوريا في سوريا سواء ملف ايجاد تسويه مستدامه او عوده المهجرين والنازحين واللاجئين او اعاده الاعمار والتداخل والكباش الدولي داخل الحدود السوريه بالتاكيد. لكن ربما يزيد المشهد تعقيدا هو التدخل التركي والاحتلال التركي في العديد من المناطق السوريه، يعني الذي الاحتلال الذي بدأ في يوم معركة مرج دافك في يعني يوم لا يخفى على أحد من المتابعين. الآن المناطق التي تتحدث عنها تركيا هي وفق جميع المتابعين في العالم يعني هي الأماكن أمنا، يعني ما الذي تحتاجه المنطقة الشمالية الشرقية سوى أن تكف تركيا بلايا عن المنطقة، وهذه التهديدات المستمرة التي تعطي لداعش وغيرهم الدفع الكثير وتجعل البعض مترددا في الانضمام الى الاداره التي الان يعني وصلت الى يعني مستوى متقدم من العلاقات بحيث تلتقي قادتها يعني رؤساء الدول، الرئيس الفرنسي ماكرون الذي فتح قصر ليس لمربح فقط واخرين يلتقون بالرئيس الامريكي دونالد ترامب، وكما نعلم انتم تتابعون ايضا اللقاءات التي تجري على مستوى عالي جدا في مع الجنرال مهندس دحر وهزيمة داعش. يعني كما قلت المشهد معقد، لكن ليس لن يتجه بالاتجاه الذي ترغب فيه تركيا العالم، حالة الدول التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية بالتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية، لن يسمحوا لتركيا بخلط الأوراق، لن يسمحوا بعشرات الآلاف المدنية عوائل داعش وأكثر من 10,000 مستقيم أن يستغلوا هذه الفرصة، ولن يسمحوا بالمتربصين والكفاية الإجرامية التي تسمى بالنائمة بالعودة من خلال استغلال أي حماقة ربما يرتكبها الطاغية التركي أردوغان. طيب، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية كما استمعنا في التقرير مظلوم عبدي يقول أن واشنطن لها علاقات مع تركيا في إطار حلف الناتو، الوقت نفسه وكذلك لها علاقات قوية مع قسد في إطار التحالف الدولي ضد داعش، يعني التوازن سيكون صعب بالنسبة لواشنطن. السؤال بالنسبة للإدارة الذاتية المعنية بما يجري، ما هو هامش تحركاتها؟
يعني دعني أقول لك هذه أيضا، العلاقة مع الولايات المتحدة يعني توتر العلاقة لا تعود إلى علاقات الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت مع وحدات حماية الشعب بان الهجوم الغادر للدواعش على مدينة كوباني. هناك يعني أكثر من ملف بالتأكيد لا ترضى به الولايات المتحدة، يعني الاعتقالات التي طالت دبلوماسيين ومن يحملون الجنسية الأمريكية، العلاقة التركية مع إيران وغيره من الملفات التي تثير المشاكل. حتى هناك نقاش داخل الإدارة الأمريكية لحظر جماعة الإخوان المسلمين وإدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية في الوقت الذي تولى فيه أردوغان يعني مهمة بشكل غير رسمي مهمة المرشد العام للإخوان. بالنسبة للملف ملف قسد والإدارة الذاتية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لدى القائمين في الإدارة القيادة السياسية والعسكرية أي مشاكل مع يعني أو ليس هناك هو في الرؤية فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، يعني أقصد الولايات المتحدة. قال قادة قوات سوريا الديمقراطية أنهم يبحثون عن إقامة أفضل علاقات مع تركيا بشرط أن تكف بلاء عن التهديد، وإذا أرادت يعني مزيد من العلاقة فلتنسحب من عفرين، وليكون هناك دوريات مشتركة أيضا في عفرين على أن تكون هناك مناطق معينة يمكن أن تكون فيها دوريات تتحالف، وأيضا وجود من نوع ما مع تركيا. لكن إذا استوفت شروط وظروف الثقة، وهذا ما لا أعتقد أنه يمكن أن تتوفر، الهامش كبير جدا، يعني لأن هناك التقاء بين وجهات نظر الإدارة العسكرية والسياسية في روجافا مع وجهة نظر أمريكية. الأمريكيين والحلفاء يدركون تماما أن روجافا لم تشكل يوما خطر على تركيا، يعني والادعاءات التركية التي يعني تم تردادها منذ سنوات. أنا الآن لدي هذه الدراسة التي نشرت قبل العدوان التركي على عفرين، هذه الدراسة تقول بوضوح وهي للبرلمان الألماني. قبل لو تعيد إطلاعنا عليها سيد نواف، تشير أنها لم تعثر على أي أنباء ولا تقارير تركيا ولا دولية. هل تسمعني؟ العفو، حبذا لو تعيد إبراز الوثيقة التي بيدك. تأتي من المنطقة الشمالية الشرقية. سيد نواف، هل تسمعني؟ تبحث عن كيفية سيد نواف يعني وضع حد. سيد نواف هل تسمعني؟ الهجوم التركي أو إيجاد يبدو بأن نواجه مشكلة في التواصل مع سيد نواف. ما الوجه داخل تركيا وهو يعاني التعاسة كما قالها أحمد داودولو. سيد نواف، كنا قد طلبنا منكم حبذا لو تعيد إبراز الدراسة التي أظهرتها للتو. نعم، هذه الدراسة دراسة ألمانية تشكك في الرواية التركية لدوافع الهجوم على عفرين. هذه الدراسة يمكن لأي قارئ أن يعيد يعني يبحث عنها. دراسة ألمانية تشكك في الرواية التركية لدوافع الهجوم على عفرين، يعني وأنا أذكر هنا قسم من الدراسة قام بها قسم الدراسات العلمية التابعة للبرلمان الألماني البوندستاغ، وخلص هذا القسم إلى أن عملية غصن الزيتون التي أطلقت عليها تركيا تفتقد للشرعية استنادا إلى قانون 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لغياب الأدلة على وجود تهديد على أمن قوم على أمن تركيا القومي. وقد كشف عن تلك عن نتائج هذه الدراسة مكتب القناة الأولى الألمانية في العاصمة التركية. الدراسة تقول لم يجدوا أثر للإدعاءات التركية المزعومة حول إطلاق الصواريخ من المنطقة باتجاه لا في وكالات الأنباء التركية ولا الدولية لهذه الدرجة. رغم ذلك هناك حتى من الكرد، ولا أتحدث عن معارضة الائتلاف، من الكرد الذين ينظرون تحت راية الائتلاف والذين باركوا الاحتلال الإجرامي العفرين، الذين يقولون يجب أن تكون هناك يعني أساليب لطمأنة تركيا. من الذي يهدد من؟ هل الكرد والعرب والسريان الذين يشكلون، والتركمان والشيشان والأرمن الذين يشكلون قوات سوريا الديمقراطية مثلا لديهم صواريخ باليستية أو على عتاب امتلاك قنبلة نووية يمكن أن يتم توجيهها باتجاه أنقرة؟ يعني الإعلام مع الأسف الشديد، وخاصة الإعلام التركي والقطري وبعض وسائل الإعلام حتى التي ليست لها علاقات ودية مع تركيا، يعني تدفع بهذا الاتجاه دائما. طيب، نسأل يعني حول المخاوف التركية، من يهدد من؟ هل الكرد والعرب وبقية المكونات ذهبوا إلى الجانب الآخر من الحدود، أم أن تركيا هي التي تحتل أراضي سوريا وهي التي تحتل عفرين وهي التي شردت مئات الآلاف؟ طيب، نفس الذرائع كانت قد أطلقتها تركيا أبان حملة احتلالها لعفرين،
يعني اليوم ما الذي حققته تركيا في عفرين حتى تعيد تكرار نفس السيناريو في منطقة شمال وشرق سوريا؟ الجميع شاهد حالات التهجير التي حصلت هناك وعمليات التتريك وغيرها من الممارسات التركية، كيف للعالم أن يتقبل ذلك؟ هناك سمات عامة للشخصيات الاستبدادية، للشخصيات الدكتاتورية، للطغاة في كل أصقاع الأرض. هم لا يسمعون سوى ما يريدون أن يسمعوه، يعني هكذا كان صدام حسين وهكذا كان غيره من الطغاة. الآن وأنا أقول الطاغية التركي أردوغان، ليس هذا فقط توصيف من عندي، بل أحدى كبرى المجلات الألمانية الرسمية دير شبيغل وصفت أردوغان بالطاغية، وغير من الصفات التي تناولت طبيعة هذه الشخصية الخطيرة. أردوغان لم يتحمل حتى معلميه، يعني أذل معلمه أربكان رئيس الوزراء التركي الراحل، وطرد بقية يعني رفاقي أو المجموعة التي كانت الأقرب التي أسست حزب العدالة والتنمية، طيب، سواء عبد الله جول أو علي باباجان وغيره من الشخصيات. الآن أقول هذه الشخصية يمكن أن تقدم على أي فعل من أي نوع، يعني هؤلاء لا يبحثون عما يمكن أن يحققوا لبلادهم ولشعبهم، وإلا لماذا أطاح أردوغان بعملية المفاوضات التي كانت وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد عودته من ماليزيا، تلك اللقاءات التي كانت تجري وعلن عنها في دولما بغتشة. علينا أن نقول هل يمكن أن يختلف أردوغان في سلوكه عن بقية الطغاة؟ لا أعتقد. هل حسمت برأيكم واشنطن الجدل بعد التصريح الواضح والصريح لوزارة الدفاع بمنع أي عمل عسكري تركي؟ تركيا لا تملك من الأوراق كي تفرض أي شروط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنا أتذكر حينما بدأت عملية إخراج قوات صدام حسين من الكويت، كانت يعني كان الإعلام العراقي يقول راح يأكلهم لواوية في إشارة إلى الجنود الأمريكيين، لكن شاهدنا عشرات الآلاف، ما يقارب 80,000 جندي عراقي يستسلم، أو لا يعني كما قال أحدهم لم يكونوا جبناء، لكن ذلك القرار الكارثي الذي أدخلهم إلى الكويت والذي أبقاهم في الكويت هو الذي أجبرهم للاستسلام، بل البعض منهم قبل أقدام الجنود الأمريكيين كي لا يقتلوا. يعني لم يكن ذلك منظرا، يعني ربما الإعلام العراقي لم يكن ينتظره، تلك كانت الحقيقة. طيب بقيت معي دقيقة، العفو المقاطعة سيد نواف، يعني اليوم المفاوضات ما زالت مستمرة ما بين الأتراك والأمريكان، برأيكم هل ستتفق الأطراف أم لا؟ أم سيكون العمل العسكري عنوان المرحلة المقبلة؟ لا، ليس بالضرورة أن يتفقوا وليس بالضرورة أن يكون العمل العسكري عنوان المرحلة. إذن ماذا؟ يعني يبقى الوضع معلق. هذه المنطقة تحظى بحماية دولية، وهي منطقة باتت تشكل صمام أمان العالم. تركيا لا تستطيع أن تفرض شروطها، وإن كان على القادة والسياسيين أن يتوقعوا يعني يضعوا كل الاحتمالات أعتقد موجودة على الطاولة، تركيا لا تستطيع أن تفرض شروطها. لهذا ربما تكون هناك جولات وجولات أخرى من التفاوض ومن اللقاءات التي يمكن أن تجري في واشنطن وفي أنقرة وغيرها من الأماكن، وبالتأكيد في روجافا، يعني في أنقرة في روجافا وفي واشنطن. اليوم كان واضحا المسؤولين الأمريكيين حين ما قالوا لن نسمح بأي شيء يضر الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة التي قاموا بتحريرها وحمايتها وتركيا، يعني أي هذه الأطراف الثلاثة نظير بعضها البعض فيما يتعلق بالحفاظ على أمن وسلامة المنطقة. في نهاية الوقت المخصص أنا أشكرك جزيلا ضيفنا الكريم من ألمانيا نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات. نذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نفتح ملف الآخر لحديث اليوم.